في خطوة تضامنية بمناسبة الحراك الشعبي، قرر صاحب هذا المحل التجاري على مستوى حي ولاية سيدي إبراهيم بولاية المسيلة تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية المدعمة وذات الاستهلاك الواسع بين المواطنين. احنا درنا هذه مبادرة باه على جال الشعب، على جال الحراك الشعبي هذا، وهذه المبادرة تستمر حتى الاخر، مش هنحبسوا فيها خلاص، خطر الأسعار هنايا. هذا سعر الجملة احنا ماناش نديو ما نديوش نشيرو فيها بالسعر تاع قداش نشيرو فيها، نبيع فيها سواء في السكر سواء في الزيت. صاحب المحل اكد ان مبادرته ستستمر داعيا زملائه التجار الى تبني المبادره التضامنيه. مدعومين كيما الدقيق على الاقل الاسعار تاع وصلت ل 140 في الشكاره بزاف. احنا نتمناو من التجار هذا ولا هكذا ربح سريع. وللمواطنين رأي في المبادرة. أحييهم وأتمنى أن تكون هذه المبادرة من يعني أن تعم هذه المبادرة محلات مدينة المسيلة أو محلات الوطن. هي أيضا مبادرة تستحق التشجيع ودعوة إلى كل التجار إلى تبني مثل هذه المبادرات، خاصة تجار الخضر والفواكه.